استقبل معالي الأستاذ جواد بن سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء صباح أمس بمكتبه بدار الحكومة سعادة السفير كاي ثامو بوكمان سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة لدى مملكة البحرين، وذلك للسلام على معاليه بمناسبة تعيينه كسفير لبلاده لدى مملكة البحرين. وخلال اللقاء رحب معالي نائب رئيس مجلس الوزراء بسعادة السفير وقدم له الشكر والتقدير على ما يقوم به من خلال عمله الدبلوماسي في تعزيز وتنمية العلاقات الطيبة التي تجمع البلدين الصديقين على كافة الأصعدة ورعاية المصالح المشتركة، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهمته الدبلوماسية الموكلة إليه من قبل بلاده، وأنه سوف يلقى كل تعاون لتسهيل مهامه الدبلوماسية من قبل جميع المسؤولين في المملكة. من جانبه قدم سعادة السفير الشكر والتقدير لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء وحكومة مملكة البحرين على ما لقيه من تجاوب وتعاون من كافة المسؤولين بالمملكة، متمنيا لمملكة البحرين وشعبها الكريم مزيدا من التقدم والازدهار.